دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الفرحة أبراج، الله بالصحة والأقتزة والإيجابية. هي أول أخبارنا اليومية، نبدأوها مع الحمل وأخيرا نحكيو فلوس. انفراج مالي، فما أرباح مالية تتفوق على كافة المصاعب، والأيامات الجاية راهي توعدك بالصفر، وإن شاء الله يا ربي تكون عطلة سعيدة. الثور بشرة خير، رزقك بين يديك، راهي تتحسن الظروف على قريب، أخبار ترد الروح. وكان على الجوزاء، فما قرار يخص كونترا، نحكيو على عقد جديد. الفلوس موجودة والحمد لله، لا خوف عجيب. وأبواب الحب والسعادة باش تكون من نصيب برج الجوزاء، فما علاقة جديدة تنزيد في حياتك، راك تعيش تغييرات، راك تعيش أحلى الأوقات على قريب، حظوظ كبيرة عاطفيا، راك أنت الأفضل بين كل الأبراج. السرطان هو الأكيد، الأخبار الحلوة موجودة مع احتفالاتكم بأعياد ميلادكم، هو شهر أعياد ميلادكم للفرحة والخير، ينور خطوتكم. الأسد هي نصيحة، وإن شاء الله يا ربي تسمع منا، يسيو يفضلكم لتهويل الأمور، حتى شيء راهو ما يستاهل، بالعكس راهي الفرص موجودة وانتم وشطارتكم عاد. نحبكم تركزوا أموركم، خموا، تقبلوا الأمور بكل روح رياضية. العذراء الانفراجات في الثنية، أي حاجة خممتوا فيها وتمنيتوها راهي تتحقق، انتم ركزوا، نحبكم تتشجعوا لمواصلة المشوار، وردوا بالكم لتوخروا خطوة التالي. حتى الميزان، ردوا بالكم المغامرات، نحبكم تتأكدوا قبل الإقدام على أي خطوة مستقبلية، نحبكم تركزوا مليح مليح، رانا نخافوا عليكم من دم. إلى عقرب، مثالش كان تخموا في حلول وفي الدنيا هادي، وقت اللي يبدأ عنا مشكل ما نحبكمش، أنا واحدة من الناس ما نحبكمش تخبيوا ريوسكم، وإذا خذيتوا قرار حاولوا تلتزموا به. القوس المعروف عليكم الحكمة، ما تخليوا حد يستنزف طاقاتكم، ما تصعبوهيش على رواحكم، والأكيد راهو غدوة خير. وعندي بشرة خير، البرج الجدي الترابي، جويليا راهو جايب لكم معاها الخير، وحمد الله زادة رزقكم في الجيب. هي أفكار جديدة، أخبار أكثر من إيجابية في الشهر هذا، راهي تتحل قدامكم أبواب الحب والسعادة. الدلو راهي فترة اتصالات، وإذا حاسين بشوية قلق وطاقاتكم مش ولا بد ما فيها بيس، كنت خموا في عطلة سعيدة. ونختموا مع الحوت، هو سؤال إن شاء الله تسمعوا منا، وقتاش ناويين تعطيوا فرص لرواحكم ولحياتكم العاطفية؟ انتوما دقوا الباب، وإن شاء الله يا ربي تسمعوا الجواب. دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.